قصتنا هي تقريبا بدأت من سنتين، واجهنا شوية صعوبات كونه مع المجتمع نفسه، يعني بعض الناس المقربين فبكونوش مطلعين على إمكانيات المكفوفين. يعني مثلا أنا ممكن أروح أشتري خضرة البيت واللحم والدجاج وكذا وأنا ماشي لحالي فيش عنده مشكلة، تمام. هي مثلا كل أمور البيت الداخلية بتكون فيها على أكمل وجه ولله الحمد. من أهم الأشياء اللي يعني اللي مساعدتنا ويعني مخلي الحياة هيك الحمد لله يعني تمام، إنه إحنا متعاونين، يعني في عنا تعاون. لو واجهتنا صعوبات خارجية أو سمعنا مثلا كلام ضايقنا أو هيك، فيعني زوجي الحمد لله يعني هو دايما بدعمني وبشجعني، بحكي لي يعني خلص ما تسمعي وما يهمك وهيك.